أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة في أول حلقتنا في الأسبوع الحالي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة الوادي الجديد وتحديدا واحد باريس في أقصى جنوب غرب مصر. في واحد باريس هناك في منطقة كبيرة جدا هتتسمى بواحد الجوجوبة على طريق الأقصر. المنطقة دي زرعت فيها بالفعل مساحات ومثمرة حاليا من أشجار الجوجوبة. هذه الأشجار بتنتج زيوت هامة جدا للعديد من الصناعات، واللي نفذ هذا المشروع هو المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي، والمشروع بالكامل تحت رعاية محافظة الوادي الجديد. بنقول لحضراتكم هذه الشجرة بتنتج بذرة عند عصرها بتنتج زيوت، الزيوت دي هامة جدا للعديد من الصناعات، منها مستحضرات التجميل والوقود الحيوي والصناعات الدوائية وغيرها كتير جدا من الصناعات التي تحتاج زيوت الجوجوبا. لدرجة ان اليابانيين موجودين النهاردة في مصر وعملوا مصنع باستثمارات ضخمة تتجاوز 200 مليون جنيه عشان اشجار الجوجوبا وزيوت الجوجوبا المصرية. كمان خلال الزيارة هنقابل السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وهيجاوب على كل اسئلة حضراتكم. كلنا بنحلم بفدان نزرعه في ارض الوادي الجديد، ارض الفرص الواعدة. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان من أقصى جنوب غرب مصر من منطقة واحد باريس. دلوقتي احنا في طريقنا لواحد باريس في الوادي الجديد، هنشهد مع حضراتكم حصاد محصول أشجار الجوجوبا في مشروع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي MK جوجوبا، وهي شركة أنشأها المهندس الزراعي إسماعيل محمد، واللي كان حلمه طول عمره إن مصر تبقى من أهم الدول المنتجة لزيوت الجوجوبا الطبيعية العالية الجودة، وكمان يعمل لها قيمة مضافة بالتصنيع وإنه يصدرها لكل دول العالم وخصوصا أوروبا، وتقريبا نجح في تحقيق جزء كبير جدا من أحلامه. في مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد وتحديدا على الطريق المتجه لمحافظة الأقصر، اختار المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي جوجوبا MK منطقة واعدة لتنفيذ حلمه، وهو إنشاء مستعمرة عملاقة لأشجار الجوجوبا بمساحة 7500 فدان تمتد ل 150 ألف فدان لغاية سنة 2030، وزرع فعلا 2500 فدان بالجوجوبا، وبيتوسع في باقي المساحات بشتلات أعمار مختلفة. وطبعا بيستهدف إنتاج بذرة الجوجوبا واستخلاص زيوتها الطبيعية الذهبية وإدخالها في مختلف الصناعات الخاصة بمستحضرات التجميل ومركبات مكافحة الآفات الطبيعية والأدوية والوقود الحيوي وغيرها والتصدير لأوروبا. والحقيقة الإنتاج كان متميز من بذرة الجوجوبا رغم أن الشجر لسه يدوبك بيبشر، وكان المبهر فعلا كم فرص العمل اللي نجح المشروع في توفيرها للشباب في منطقة نائية فعلا بالوادي الجديد. وخلي بال حضراتكم الحصاد هيشهده مع حضراتكم السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الداعم الاول للمشروع، لدرجه انه اطلق على المنطقه وادي الجوجوبا. تعالوا في البدايه نقابل المهندس اسماعيل محمد رئيس الشركه المصريه الخليجيه لاستصلاح الاراضي. دي تاني او تالت زياره لينا الى هذه المنطقه في قلب باريس في الوادي الجديد، أول زراعات جوجوبا في الوادي الجديد بهذه المساحة وهذه الإنتاجية، وإحنا لسه بشاير. النهاردة حققنا إيه؟ وصلنا لإيه؟ أهلا بحضرتك أستاذ محمد وبرنامجك المحترم. عايز أقول لك أنت عامل مجهود ضخم فعلا. ده تحياتي، ده مش مجهود إسماعيل ولا الخليجية ولا ده فريق كبير يعني. طبعًا. خلينا نبدأ بالشكر لهم، يعني نشكرهم كلهم. كل المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والجامعات المصرية، فريق كبير جدا اشتغل عشان نوصل للنموذج اللي احنا شايفينه. فأنا بشكر كل العاملين وكل الفريق في هذا الأمر، وبشكر كل تيم المصرية الخليجية، هيئة استشارية، مهندسينها، عمالها، فنيينها، الناس اللي تعبت وتسهر وتتعب عشان توصل لهذا المنظر اللي احنا شايفينه والإنتاجية ويحققوا الإنتاج ده. بص حضرتك، خطوات زيادة الإنتاج دي عشان نتكلم فيها عديدة، بس هنبدأ ألف ب أم منتخبة شتلة صحيحة من أم اتعملت
بأحدث تقنيات اتسجلت أصناف اتسجلت في وزارة الزراعة مشات المرخصة، قدرنا نطمن للسورس اللي هنشتغل عليه. ننزل أرض الواقع نقول مراحل تجهيز أرض زي ما الكتاب بيقول، ونجهز ونشتغل، نحمي رياح، نعمل تصميم شبكات صح، إدارة صح، نوصل للنتيجة اللي حضرتك شايفها النهاردة. طبعا إحنا النهاردة يمكن النهاردة عيد في الخليجية كلها، عيد لمحافظة الوادي الجديد، عيد لمركز باريس. السبب عملنا خطة، حطينا دراسة جدوى، ونزلنا الأرض طبقناها، وكان المشروع أو كرم محافظة الوادي الجديد أكرم مننا أن الناتج يتفوق على دراسة الجدوى. خلينا نفهم الناس ونفكرها، ليه حضرتك تحديدا قررت تزرع الجوجوبا في مدينة باريس في الوادي الجديد؟ بالنسبة للجوجوبا في عدة عوامل، من ضمن زيادة الإنتاج اللي احنا بنتكلم فيها اختيار المكان، المناخ. صحيح المناخ. صحيح. طب انا عندي هنا لما ببص لخطوط الطول والعرض لمنطقة اللي جنوب مصر بقى، مش يعني جنوب مصر وبالاخص الجنوب الغربي لمصر، فبالتالي ده نفس الخطوط الطول والعرض اللي موجوده في جنوب غرب ايه المكسيك او في ولايه اريزونا، يبقى ده مناخ مساعد. هي اشهر مناطق زراعه الجوع في العالم والاعلى انتاجيه على فكره. بالظبط. بدانا ان اول حاجه في الوادي الجديد لما كان جهاز الخدمه الوطنيه في مشروع سهل بركه عملنا نموذج هناك، النموذج ده بسم الله ما شاء الله حاجه يعني كانت بشاير قويه جدا جدا تقول ان احنا الدراسه اللي عملناها على الوادي الجديد اتطبقت على الفعل. وبعد النموذج ده ما نجح وحقق الانتاجيه جاب الضعف يعني كان، فعملنا بقى ايه خطه لتوسع، وبدأنا نحلم ان نعمل وادي باريس او الوادي الذهب الاخضر في باريس على اساس نعمل ايه. هو المحافظ سماه كمان وادي الجوجوبا. وادي الجوجوبا نعمل هنا وادي الجوجوبا، وعشان حلمنا نزرع 150 الف فدان ندخل بيهم موسوعة جنس عالميا كلها، تبقى مصر رقم واحد في انتاج وبزيت وبذور الجوجوبا. على فكره احنا واخدين جوده عاليه جدا 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 في العالم كله، خواص فيزيائيه وكيميائيه كزيت. مصر فعلا 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 لنا رياده في هذا الامر. انت صدرت زيت؟ اه طبعا صدرنا، وفتحنا اسواق كتيره في الصين وفي شرق اسيا، مش هقول صين بقى، هقول شرق اسيا، هقول في اوروبا، هقول في امريكا، في خليج، فاتحين سوق وصناعات عديده لهذا الامر. وطبعا احنا الهدف كله النهارده ان انت ترجع المنتج المصري او الصنعه في مصر يرضع لقيمته الاولانيه، نفس القطن اللي عمله هتعمله جوجوبا في مصر، واحنا مؤهلين لكده، مؤهلين في مناخنا، مؤهلين في الكوادر والكادر البشري اللي عندنا، مؤهلين في ميتنا، مؤهلين في ارضنا، كل ده مؤهلين، ايه اللي يخلينا ان احنا ما ننجحش؟ فده امور كلهتها ان شاء الله هيكون في نجاح كبير جدا. خلي بال حضراتكم، المهندس اسماعيل محمد رئيس الشركه المصريه الخليجيه لاستصلاح الاراضي، متخصص في انتاج شتلات الجوجوبا، وبيمتلك اكبر مشاتلها بطاقه 5 ملايين شتله في منطقه العالمين بالساحل الشمالي، وزورناه قبل كده، وبينتج الشتلات من مزرعه امهات عظيمه لاشجار الجوجوبا في اسيوط عمرها مش اقل من 25 سنه، وبيزرع اشجار الجوجوبا في كل مكان، الوادي الجديد، الغردقه، العالمين، اسيوط، مطروح وغيرها، ده بخلاف تصدير شتلاتها لكل الدول العربية. صدرنا زيت وعملوا بيها منتجات، فكرنا ما بيعملوا ايه؟ يعني ايه المنتج اللي ممكن نعمله في مصر هنا من خلال زيت الجوجوبا؟ ده شغالين عليه، بص حضرتك ده شغالين عليه، انا شفت لك منتجات عديدة جدا، ده شغالين عليه كمنتج نهائي في كل الكوزماتيك او طبي، ده منتج نهائي. شغالين المرحلة اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الرو ماتيريال، اللي احنا نقدر نعمل مواد خام عشان تدخل تفتح صناعة. هنحول الزيت لبطر، بنحول الزيت لبودرة، بننزع منزعون اللون عشان يدخل فيه جميع صناعات عديدة جدا، مفتوح بقى ارقام كبيره، فالموضوع يعني كبير ان احنا نقدر نغطيه انا وحضرتك يعني في الوقت الضيق. طب حضرتك النهارده بتنفذ كام مشروع جوجوبا في الدول العربيه نفس النموذج المصري ده بتطبقه عندهم؟ احنا النهارده بننفذ حاليا في دوله العراق، في دوله السنغال، في السعوديه، في الامارات، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، ما شاء الله، وان شاء الله في قاعده كبيره جدا جدا من المشاريع. احنا بفضل ربنا زاروا هنا وشافوا النموذج ده وعايزينه بلدنا. على نفس بص حضرتك بشتلتنا صح وخبرات، ده هقول لسيادتك بقى، هقول لسيادتك، لا قول لي شتلتنا وخبراتنا، هقول لسيادتك بقى العراق على سبيل المثال، قالوا له احنا شفناك مع محمد غانم في برنامج الجيعان، بالنص انا بنقول لك اللي سمعوه، شفناك مع محمد غانم في برنامج، هم ليهم الف تحيه، هم وقالوا عايزين جمهور كبير على فكره ونحن بنحبهم، وبعد كده اتصلوا وجم زياره ورحنا زرناهم وتبادلت الزيارات، واتعاقدنا على 85 الف دونم، يعني بتكلم في حوالي 40 الف فدان هيتزرعوا جوجوبا في العراق، في السنغال 10000 هكتار، واخد بال حضرتك؟ في العراق السنغال تم التعاقد بالفعل
ان شاء الله الشهر الجاي هتشوف 750 الف شات للججوبة اصناف مصرية مسجلة في وزارة الزراعة المصرية معتمدة معمول لها حماية هتتصدر. هنعمل ايه؟ هنجيب دولار، هنجيب عائد دولار. يبقى الججوبة بدأت تدخل اللي هي ارقام تسمع وتسمعها في الميزانية الدولة، وتسمع من العائد الدولار تقولك ان السنة دي الججوبة سمعت قد كده. ليه؟ دي كانت خطوات تحضير. ان انت لما بتحضر النهاردة المشروع مش في يوم وليلة هتسمع، لا، بنجيب ضيوفنا، بنجيب اشقائنا بيزورونا، بيشوفك على الواقع. انت بتقدم دراسة، لكن لما يبقى عندك واقع انتاج، انت النهاردة نزلت شفت، لمست انتاج بايدك، ما شفتش الكلام ده معمول في فيديو او لا، ده انت حضرت. ده صحيح. مئات الافدنة بتتحصد. فانت النهاردة ده اللي احنا بنتكلم، لذلك انا دايما المقولة اللي انا بقوله، مش كل فدان مزروع منتج، لكن كل فدان منتج مزروع. يبقى انا طالما حققت الانتاج يبقى انا زرعت. صحيح. يبقى في الاخر والجودة والانتاج، ان انت المصرية الخليجية بقى ان هي بتطلع اعلى جودة بأقل تكلفة، وده رقم واخد بال حضرتك، ارقام كبيرة جدا جدا جدا. يعني احنا حضرتك بتقول 150 الف فدان، المحافظ النهارده اعلن ان هو المبادره 15 الف فدان هيديهم لك كمرحله اولى، وبعد كده كمل هتجيب امكانيات منين لكل الكلام ده؟ لا لسيادتك، هقول لسيادتك، احنا النهارده السيد المحافظ المرحله الاولى احنا حلمنا 150 الف. حلو الكلام، عندك 10% قال لك وريني الجدعانه، خلص وخد غيره واشتغل. عملنا ايه النهارده؟ احنا بنعمل ايه؟ عاملين بروتوكولات تعاون مع النقابات، عاملين مع شركات البترول، من جد حضرتك شفت بكتور تكرير اسيوط، مع كل النقابات، مع البنوك، مع كده، هيدخلوا هياخدوا الارض من الدوله، التخصيص هيبقى للجهة للدولة مباشر، وإحنا كمصرية خليجية هنكون شراكة معهم. يعني إحنا هندفع استثماراتنا في أرضهم هم. شفت العكس بقى، إحنا هندفع فلوسنا في أرضهم هم. هو كمستثمر هياخد أرضه من الدولة باسمه ويرجع تاني، إحنا بنعمل له تنفيذ للبنية التحتية، بنعمل له عرض مالي وفني، وهو بيدفع تمن البنية التحتية لحد الأرض ما تتزرع. بعد ما بتزرع بتدخل الخليجية تصرف لحد الأرض ما تنتج، ما بنقولوش هات حاجة. أنا صرفت، حطيت استثمارات في ارضك يا شركه او يا نقابه اللي انت دافع، يعني مش هطير انا، انا استثماراتي عندك، ما انا ما خدتش منك، ده ارضك باسمك، ما خدتش منك فلوس، ده ارضك صحيح. باسمك ده انا عاكسها. طب ايه الهدف؟ ان انا لو الارض دي والشجر اللي انت شايفها حضرتك دي ما انتجتش، يبقى انا الوحيد اللي خسران كخليجي. ولما تنتج، ولما تنتج كسبنا احنا الاثنين. يعني الشراكه ازاي؟ هناخد النص وهو النص. يعني انت هتاخد نص اللي انت بعد ما تزرع ارضك مش مطالب تدفع ولا جنيه. الخليجيه هتصرف من يوم لحد 25 سنه مقابل 50-50، وبتعاقد معاك على المحصول. لو الارض دي انتجت كسبنا احنا الاثنين، طب لو ما انتجتش الخليجيه الوحيده الخسرانه. ايه السبب؟ لان انت تمتلك ارض وتمتلك اصول وبنيه تحتيه وهشيل الشجره ارميها بره، لكن انا ما امتلكش، انا كده خسرت. يبقى ده دافع للنجاح. يبقى انا بتكلم النهارده احنا المصريه الخليجيه السيارات الصحراويه مطور زراعي وشريك نجاح، مطور زراعي وشركه. وبعد قد ايه تنتج؟ يعني انا هندخل شراكه مع بعض، دي بعد قد ايه هتجيب لي عائد؟ مفاجاه بقى، 3 سنين مفروض تنتج. الحمد لله ربنا اكرمنا بفضل برضو ابحاثنا وعلمائنا، بشرنا في السنه الثانيه وبقى في فلوس وعائد، بقى فلوس في السنه الثانيه. مشروع الججوبه في باريس بتدعمه بقوه جامعه الوادي الجديد. تعالوا نقابل الدكتور احمد حري نائب رئيس جامعه الوادي الجديد، واللي هيشرح دور الجامعه في خدمه المجتمع المحلي بالوادي الجديد وتوفير فرص العمل لابنائها. دكتور احمد حري نائب رئيس جامعه الوادي الجديد، دكتور لينا دور مهم جدا في دعم المجتمع المحلي ومسانده الشركات الزراعيه والمساهمه في تحقيق الامن الغذائي. عايز اسمع دورنا ايه، بنعمل ايه؟ جامعة الوادي الجديد احنا بداية تعتبر ثمرة من ثمار اهتمام القيادة السياسية بمجتمع الوادي الجديد، فاحنا بنعتبر الجامعة دي منارة في هذا المجتمع اللي ان شاء الله بإذن الله تشارك بجدية وتشارك بعزم كبير جدا في عملية التنمية المستدامة ان شاء الله. الجامعة لها دور طبعا بالإضافة للعملية التعليمية والبحث العلمي، لكن لها دور مهم جدا بالنسبة للمجتمع. فالدور المجتمعي للجامعة بيتمثل في حاجات كتيرة جدا، يعني على سبيل المثال القوافل الطبية، القوافل البيطرية، القوافل الزراعية اللي بتنزل وتجوب ربوع الوادي الجديد لعمل تسقيف في كل مجال من المجالات للمواطنين والمزارعين والمربيين ومختلف الفئات. توعية مهمة جدا. توعية مهمة جدا. يعني احنا النهاردة في يوم مهم جدا بالنسبة للشركة زي الشركة المصرية الخليجية، شركة استثمارية بتقوم بزراعة نبات يعني بنسميه او نقدر نقول عليه الذهب الاخضر اللي هو الجوجوبا. طبعا لما له من اهمية اقتصادية
والطبية، ويعني طبعا من ناحية الوقود ومختلف المنتجات اللي بتطلع منه. فالنموذج عندنا النهاردة الشركة المصرية الخليجية نموذج جميل جدا في نوع التعاون ما بين الجامعة والمجتمع في البحث العلمي. احنا أنشأنا مزرعة بحثية يعني مصغرة برضو عشان نقدر نبقى مواكبين للتطور في زراعة الجوجوبة. في نفس أي ملاحظات ننبه الشركات ليها على طول؟ مهم جدا. طبعاً. لأن طبعاً بيبقى زي بروتوكولات، وبيبقى التعاون هنا مش تعاون يعني اعتماداً على الفايدة المتبادلة فقط، ولكن الهدف منها التنمية، فده دور مهم جداً بالنسبة للجامعة. طب دكتور أحمد، هل عندنا وحدة ذات طبع خاص لخدمة المستثمرين الزراعيين تحديداً في أرض الوادي الجديد؟ جميل. احنا عندنا في الجامعة بيبقى في الكليات، كل كلية بيبقى لها تخصصها وليها طبيعة معينة، بيبقى فيها حاجة اسمها مركز الخدمة العامة. مركز الخدمة العامة ده بيتناول خدمات كتيرة جدا، وبيبقى في مقابل وفي تبادل، وبرضو البروتوكولات احيانا بتبقى مش المسألة المادية بس. يعني انا عندي مثلا الشركة المصرية الخليجية النهاردة عاملة حاجة كويسة جدا، انها بالاضافة انها بتستفيد من الجامعة كمشروعات علمية وبحثية، لكن في نفس الوقت الشركة بتقدم منح دراسية بتشجع الباحثين، يعني برضو يبقى في تبادل منفعة ما بين الطرفين. صحيح. يعني اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة في جامعة جنوب الوادي، وطبعا في تعاون كامل بين الكلية ومشروع الجوجوبة لدعمه فنيا. ركزوا معاه. دكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة في جامعة الوادي الجديد، دكتور عايزين تقييم حضرتك لهذا المشروع اللي اتزرع فيه النهاردة حوالي 2500 فدان بأشجار الجوجوبة. طبعا لو حضرتك شايف دلوقتي ما شاء الله، هو ده الموسم الثاني اللي جاني المحصول، فأنا شايف فيه تطور وفي ازدهار وفي نمو في الشجيرات اللي هي اللي موجودة. وإحنا ككلية الزراعة من خلال البروتوكول المنعقد بيننا وبين الشركة في بعض التعاون اللي هو المشترك. لا احكي لنا تفاصيل يا دكتور، ايه التعاون؟ نوع التعاون ايه؟ يعني ان احنا بنجيب مجموعة من الطلاب داخل كلية الزراعة، في هناك بعض الاستشارات الفنية مع مجلس الإدارة في قسم الأراضي، في عندنا برضو والتربة، بالتعاون مع الفريق اللي هو البحثي اللي موجود في الشركة نفسها يعني. وإحنا عشان برضو البعد اللي هو بين مقر كلية الزراعة والمكان نفسه والمشروع نفسه في باريس، أنشأنا البروتوكول ده وعملنا مزرعة بحثية على فدان ونص كنموذج مبدئي داخل الكلية، بحيث أن الشركة ليها أهداف معينة والجامعة ليها أهداف معينة، والتقينا في مجموعة كبيرة جدا من النقاط، وذلك لخدمة المجتمع وتشجيع مثل هذه الزراعات اللي احنا بنقول لزيادة الاستثمار الزراعي والاقتصادي داخل حوض الوادي الجديد أو في الأراضي الصحراوية. وإحنا ككلية الزراعة إن شاء الله في الفترة المقبلة ومن خلال البروتوكول والتعاون الموجود، إن احنا هنبدأ نوفر للشركة دي، فبنحاول نطلع مهندس زراعي عنده فكرة عالية جدا، متدرب شاف النبات، هيبقى قادر وجاهز لسوق العمل، وخاصة لشركة المصرية الخليجية في محافظة الوادي الجديد. خلال جولتنا في مزرعة الجوجوبة قابلنا المهندس محمد المزروعي، رئيس شركة الزفرة الإماراتية، واللي جه مخصوص لمصر عشان يشهد موسم حصاد الجوجوبة، لأنهم مهتمين جدا في الإمارات بمنتجاتها الصناعية. تعالوا نقابله. المهندس الزراعي محمد المزروعي، رئيس مجموعة الزهرة. خليني أسأل حضرتك على التعاون ما بين مصر والإمارات في نبات الجوجوبة. حضراتكم مهتمين بها جدا، وإحنا زراعين مساحات كبيرة جدا، وعندنا خبرات كبيرة في زراعة الجوجوبة. إيه اللي ممكن يحصل لما مصر والإمارات يتقبلوا للنهوض بهذا المحصول؟ شجرة الجوجوبة هي زرعت أو تم التعرف عليها في الإمارات في الوقت اللي مصر أيضا لسه بادي معاها هذه الشجرة. يعني عارفين الأصناف اللي مزروعة ونوعها؟ أصناف بذرية غالبا. تمام. كانت أصناف بذرية وتم توزيعها من منظمة الفاو بنهاية حقبة منع استخدام الحيتان أو زيوت الحيتان، فأوجدوا البديل بنشر هذه المزروعات. يعني زيت الجوجوبة ممكن يبقى بديل لزيت كبد الحوت؟ طبعا، ما هو متعارف عليه هو زيت شمعي، لذلك هو يستخدم بكثرة في عملية مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى استخداماته الأخرى كزيوت محركات واستخداماته كوقود حيوي. الآن التوجه له، لكن
بسبب ارتفاع زيت الجوجوبا فلسه الإقبال عليه في هذه المراحل أقل، لكن مستقبلا مع كثرة الإنتاج راح يتم الاعتماد عليها بشكل كامل. نعم، يعني احنا كمصر والامارات بنتابع الابحاث العالميه لانتاج شتلات عاليه الانتاج. طبعا 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 على مستوى العالم تعتبر مصر من الدول المتقدمه، بالتالي هذا اللي جذبني اني انا يعني اتابع المشاريع داخل مصر من خلال الشركات، شركه الزيوت المصريه مع دكتور نبيل الموجي، مع مهندس اسماعيل الشركه المصريه الخليجيه، على علاقه متواصل معهم حوالي من 7 سنوات. خطه حضرتك ايه للتوسع في منتجات الجوجوبا؟ خطتي انا احلاليه. احنا في اماره ابوظبي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد زرع مساحات كثيره واهتم كثيرا بزراعة الغابات منذ بداية السبعينات. كما تعلمون أنتم الغابات لها فوائد بيئية، كان في توسع كثير منذ السبعينات لغاية الآن، وصلت المساحة عندنا لغاية 240 ألف هكتار من الغابات، معظمها نباتات محلية وفيها جزء في قرابة 30% إلى 20% مساحات غير محلية. فالفكرة اللي عندي أنا كانت هي إحلال أشجار الجوجوبا بالأشجار الغابات، إدخال الجوجوبا كشجرة غابية تعطي كل مميزات، كل فوائد الشجرة الغابية، زائدا تعطينا زيوت نستخدمها كزيوت طبية وزيوت تجميلية يتم تصديرها أو نوجهها إلى زيوت تستخدم في الوقود الحيوي وفي المجال الصناعي. هل في بحوث في الإمارات في الجهات البحثية والجامعات عن نبات الجوجوبا؟ حاليا كبحوث دول المجاورة لنا أنا على تواصل معها، جامعة الملك فيصل بدأت هذا البحث منذ 3 سنوات من خلال بالتعاون مع شركة أرامكو، بدأوا بعمل تجربة غرابة 30 هكتار، محصول ما شاء الله أنا قمت بزيارته منذ حوالي 2 أسبوع. طبعا هو مصدره الشركة المصرية الخليجية بنفس الجودة وبنفس القوة، رغم صعوبة الظروف في منطقة الحساء مع شدة الحرارة ونقص المياه ونقص العناية حتى. فتجارب المناطق المجاورة للإمارات تجارب ممتازة. يعني ده بيشجع حضرتك أنك تعمل إحلال وتجديد بشتلات مصرية هذا في الإمارات في الغابات. أنا منذ حوالي 3 سنوات وأنا أتواصل مع الحكومة لتحديد مساحة يتم تنفيذ نموذج لهذا المشروع، وإن شاء الله قريبا نصل. أيضا تواصلنا مع شركة أدنوك أيضا، لأن هذا الغرض يخدمها بالدرجة الأولى أيضا كتوفير مصادر الطاقة الخضراء، والذي يعني مطلوب عليهم بعد عام 2030 و2040 بتوفير نسب من البايوفيول مع مشتريات، وإن شاء الله هذا المنتج راح يحقق لهم هذا الأمر. في مستعمرة الجوجوبا بمركز باريس اللي نفذها المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية، قابلنا اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد واللي تفقد المشروع بالكامل، وكمان شاف عمليات الحصاد لبذرة الجوجوبا وناقشناه في كل ما يخص الاستثمار الزراعي في أرض الوادي الجديد، أرض الفرص الواعدة. ركزوا معه. سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أو وحش الوادي الجديد، أنا دايما بقول لحضرتك في برنامج جدعان وحش الوادي الجديد، وأنت تستحق عن جدارة. الله يخليك. قولوا واحدا أسحرك الأول عن هذا المشروع، تقييمك ليه، نجحت الفكرة؟ أنت إعلامي ناجح وبرنامجك عليه إقبال شديد كويس ومحترم، وأنا بشكرك على تواجدك معنا والمصداقية بأمانة. أنا بحب الإيه اللي يجي لنا مرة يجي لنا مرة تانية. لا إحنا عشان بنحبك وبنحب أرض لا لا والله لا، وفي إنتاج أصل ممكن إيه الموضوع لقطة، يعني حضرتك تيجي تاخد برنامج 5 دقايق وتمشي وما ترجعلوش تاني. صحيح. لكن اللي بدأ بترجع لبرنامج تاني، وانا يمكن من 3-4 سنين حضرتك قلت لنا 2019 وبعدين قلت لك تعالى 2020 وده انت في 2023. كل سنه بنزهل من لا بفضل الله سبحانه وتعالى. والله احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان نرجع الفضل لاهله، احنا يعني في دعم كامل لينا من الخير طبعا.
طبعا. وفي اطار توجيهات سيد الرئيس ان احنا نتوسع في المشروعات الانتاجيه التصديريه، يعني الجوجوبا دي اول مره تتعمل. احنا مطلقين مبادره هنا 15,000 فدان للجوجوبا، منهم حتى الان مزروع قدام حضرتك 3,000 فدان، وفي 3,000 لسه متعاقدين عليهم، وان شاء الله احنا طرحنا 9 جنبهم برضو في نفس المنطقه. والوادي ده سميناه اللي هو الطريق بتاع الاقصر ده، عملنا قلنا وادي الجوجوبا، وادي الجوجوبا عشان مش كل يبقى الوادي الجديد، عايزين وادي الجوجوبا، وادي البطاطس، وادي القمح، وادي، وان شاء الله حلو الافكار دي، افكار بحيث ان احنا ايه خصصنا المنطقه دي بامانه فيها 15,000 فدان مبادره واطلقناها. زي ما انت شايف الانتاج الحمد لله احنا جينا السنه اللي فاتت، انا من المشروع ده يمكن بقالي 3 4 سنين معاهم الجديه، يمكن خامس الجديه. وزي ما انت شايف انتاج عماله، يعني انا دلوقتي في عندنا عمال منين؟ من الاقصر، من جنبنا، من اسنا، في عمال من باريس، في عمال من الخارج، بحيث العامل بياخد له 150 ل 200 جنيه في اليوم. صحيح. ياكل ويشرب ويبات وعربيه توديه ويجيب. الموضوع مش جو بس، لا، في نفس الوقت الماده كلها ماده تصديريه بفضل الله سبحانه وتعالى. غير الريف المصري وغير حاجه، احنا اقتربنا من 400 ل 500,000 فدان. الله اكبر. زياده عن مساحات مزروعه 2017 مزروعه. مشروع زي ده ندعمه ازاي؟ يعني لو عايز تصنيع عندنا الوحدات نقدر نديها له يعمل العصير للزيت ويقدر يعمل منتجات. المشروع ده حضرتك احنا دلوقتي عشان المشكله ده، اول حاجه عندنا مشكله الطاقه، احنا مع شركات الطاقه اللي هي الطاقه المتجدده، عشان برضو هنا بعدنا عن الشبكة القومية، ففي أماكن عندنا ما بتكونش فيها طاقة كهربائية، لكن الحمد لله الطاقة الشمسية عندنا 360 يوم. فاحنا اتفقنا مع كذا شركة طاقة، يعني أبو نقار في شركة جت خدت امتياز لأبو نقار، معانا شركة تانية هتاخد طريق الدخل العوينات، وده كله بالتعاون مع وزارة الكهرباء، فلازم نوفروا المكان. احنا بديهم الأراضي هنا يعني بتسهيلات فوق الوصف. خد بالك المستثمر ده لو انت وقفت معاه وقعدت معاه والمجموعة المسؤولين هنا، لو ما كانش في تسهيلات من المحافظة ما جوش المنطقة دي. صحيح. لو ما فيش ان احنا، انا كنت بتابعهم يعلم الله، لو حصل له مشكلة في النص بنيجي نعاين ونشوف انه وندي له مدة تانية وتالتة ورا الدعم، بنوفر له أرض، بنوفر له أرض مكان كويس. لو هو محتاج أي دعم في أي وزارة يعلم الله، انا مثلا اذا كان بنوك اذا كان وزارات، انا مع المستثمرين كلهم. لو ليه مشكله عند وزاره معينه او بنك معين، انا بتواصل مع البنك، بعتبر نفسي انا وهو شركه في الموضوع، لانه نجاح أنا دايما نجاح للمحافظه. لما حد يقول لي انا رايح اشتغل في الوادي الجديد بقول له انت رايح لمحافظ، لو عندك مشكله هياخد الملف بتاعك يعلم وهو الله. اللي بيتحرك وده الحقيقه يعلم. انا بقول لك المستثمرين كلهم انا معاهم في مشاكلهم الزراعيه ومشاكل مع البنوك، مشاكل مع اي حاجه، الحمد لله انا معاهم في كل حاجه، وبنحل اكتر من 70-80%. الجد احنا بنستمر معاه، في ناس طبعا غير جد بنسحب منهم الاراضي، هو حصل بلا هواده، بلا يعني ما فيش يعني اجراء، اللي بيدي له طب فرصه، طب عايز يدي له 6 شهور، طب عايز سنه يدي له سنه، هيروح فين؟ الارض موجوده. صحيح. وهو عندنا والله بقى جد اهلا وسهلا، مش جاد غير الجد ويشتغل غير جد. واحنا الحمد لله عندنا، احنا بنعمل مزاد كل شهرين، دلوقتي لسه عاملين مزاد الاسبوع اللي فات ده، يمكن اكتر من 30,000 فدان تم. ما عايز حاجة تطمنا على المساحات الموجودة والخريطة الاستثمارية بتقول إيه النهاردة في الوادي الجديد؟ بفضل الله والله، بفضل الله وبرعاية كاملة من سيادة الرئيس وتوجيهات كاملة ودعم كامل. يعني أنا بقول الكلام ده أنا بعمله، أنا لو ما فيش ليا دعم من القيادة السياسية البروقراطية هتوقفت، بدليل إن بقول لحضرتك إحنا عندنا طلبات انتظار أكتر من 100,000 فدان، لذلك كل شهر أو شهرين نعمل مزاد. إحنا عملنا مبادرة بالدولار عليها اقبال كبير جدا جدا جدا، مصريين بالخارج، مصريين بالخارج. يعني شوفوا بلاك كل ده، كل ده استثمار. طب الناس تعرف الحاجات دي منين بقى؟ انا مصري في الخارج. احنا دلوقتي داخلين مع احد البنوك وبنتفق مع بعض الشركات بحيث ان احنا نسوق لابنائنا سواء في اوروبا او في الخليج من اول 50 فدان لغايه 200 فدان. هخصص لحضرتك انا 50 فدان، عايزه مرفقين او عايزه انت تطرف، وهنعملهم تمليك على طول ان شاء الله. فاحنا بنعمل اجراءات قانونيه نراجعها في مجلس الدوله، وان شاء الله هنعلنها مع احد البنوك يعني خلال قبل 1/8 هنعلن. والمساحات المطروحه قد ايه؟ احنا المرحله الاولى ان شاء الله يعني 10,000 فدان باذن الله. يعني يمين ياخد يلا، مين ياخد وهنشوف. انت ممكن حضرتك طاقتك 100 فدان، واحد عايز ياخد 200، اقصى حاجه 200 لان الفرد 200 بس. وهنقول نظام السداد هيبقى ازاي، اللي هيدفع كاش هيبقى له تخفيض قد ايه، واللي هيعمل تقسيط قد ايه، والفايده هتبقى قد ايه. يعني الموضوع هيبقى واضح متكامل، حتى نعمل لينك ده سيعلن خلال قد ايه، هيعلن يعني بقول لك قبل 1/8 ان شاء الله هنكون اعلناه باذن الله. خلي بال حضراتكم، الوادي الجديد بتمثل 44% من مساحه مصر، يعني 440,098 كيلومتر، ولازم ننميها وبافكار بره الصندوق، ويبقى فيها كل عوامل الجذب للتوطين والاستقرار والحياه الكريمه لكل مواطن على ارضها. وبالمناسبه عدد سكانها ما يعديش لغايه النهارده 250,000 نسمه، وكلهم من اطيب الناس واهل كرم، ونسبه التعليم مرتفعه فعلا. الشباب حلمهم كنا ننفذ ليهم الخمسه فدان وبيت وينزل يتوطن في الوادي الجديد، مش احنا حلمنا الناس تتوطن؟ عملنا الكلام ده، مشروع الجذب السكاني عملناه لابناء الوادي الجديد مرحله اولى، وان
شاء الله اتفقنا مع بعض المحافظات زي كفر الشيخ المنوفيه الغربيه بحيث ان احنا خلال الفتره يعني ان شاء الله نهايه السنه دي في عندنا يمكن اول مرحله حوالي 1000 منزل باذن الله مع وزاره التخطيط وعرضناه مع سياده رئيس الوزراء. وكان سياده الرئيس وجب ان احنا نعمل جذب سكاني. ده فين يا فندم بالظبط ال 1000 منزل؟ هنعملهم في ابو طرطور في 1300 منزل موجودين اصلا في ابو طرطور. احنا بنرفع كفاءتهم دلوقتي وبنعمل لهم مرافق ان شاء الله في نهايه السنه دي هنكون خلصناهم. وفي مرحله برضه 300 منزل وزعنا منهم 100 منزل دول كان بالتعاون مع البنك الاهلي وبنك مصر. دول ابناء الوادي الجديد. دول ابناء الوادي الجديد تمام. ومعاهم بعض ابناء المحافظات الثانيه تمام. يعني في جزء ابناء الوادي 20% يتقدموا ازاي المحافظات الثانيه؟ في احنا متواصلين مع الساده المحافظين وفي بعض الافراد بيقول لنا وبيقدموا. احنا دلوقتي اكتر من في اول 100 منزل الحمد لله خلصناهم بندي له 5 فدادين والمنزل وبيدفع مقدم وبياخد ايجار والجديه والتمليك حق الدفاع بغرض التمليك في الاخر بس لازم يكون يقيم وفي مدرسه ونطور. احنا متفقين مع وزاره الاسكان اللي هو جهاز المركز للتعمير هنعمل ان شاء الله 100 بيت تانيين برضو في المنطقه دي. الناس تقدم في المحافظه عشان يطمنوا في المحافظه. لا يجي لحضرتك يقدم في محافظته بس نعلن يروح هناك يقول لهم ما نعرفش حاجه. لا لا في كفر الشيخ احنا في 1200 منزل بتوع ابو طرطور منتظرين بس المرافق. فاحنا ان شاء الله هنخلصه باذن الله بالاضافه لكلام شركه ابو طرطور في الفوسفات باذن الله ربنا يوفق كده ويتم يعمل له عقد النهائي هيدي فرص عمل 1200 منزل جاهزين. هو ليه حضرتك اللي بتنشئ ما تخصص الارض للمحافظه؟ احنا مش قلنا هيبقى في ارض مثلا لمحافظه دمياط المحافظه الغربيه ده ده وهي ده اللي تجيب ولادها وتعمل لهم ده حضرتك ده برنامج يعني مش عايز احمل صندوق المحافظه. احنا بنعمل ايه المطور الزراعي يعني زي المطور العقاري. المحافظه نفسها اللي هتبقى المطور. لا دي شركات لكن انا بجيب شركه حضرتك مثلا مطور عقاري او مطور زراعي تيجي بس تتعاقد معايا مش ايه مش في الباطن. احنا بنعلن كمان وحاطين على الطرق اللي ما يتعاملش مع المحافظه احنا غير مسؤولين عنه. فاحنا عاملين الشركات المحترمة يجي حضرتك نديله 1000 فدان يرفقهم يقسمهم عشرينات ويعلن عنهم والعاد يتاخد من المحافظة يبقى يضمن حقه والمرافق تكون جاهزة وفي لجنة من المحافظة تتابع كل وانا بقى شايفه كمحافظ اقدر اخد له قرار. لكن انا اللي بياخد بقى من الباطن من يعني من محدش يعرف عنه حاجة هو المسؤول. وفي مشاكل حاصلة في بعض المستثمرين تعامل مع بقى شباب ومواطنين وهو بيعلن احنا بنعرف بنسحب منه يعني. طب نحذر نقول ايه؟ بالحذر ما تتعاملش مع اي مستثمر من الباطن الا بورق معتمد من المحافظه. خدت ورق بينك وبينه يا خلاص انت وبعد. كم مشروع من النوايا دي موجود على ارض الوادي الجديد؟ احنا في مشروع كان ان انا اخد عادي من المحافظه. انا بقول لك اهو بعلن على الهواء في مشروع الحناف في بدايته وده سحبناه وهو كان يعني انا عرفت انه بيع الارض وبيعمل بيتاجر بيها. احنا لا كان لسه ما عملش حاجه. في مشروع تاني فعلا والناس ما اشتكوش وفعلا قسم عليهم وارتضوا قلنا تعالى هناخد منك جزء وهناخد من المواطن جزء زياده يعني وهندي العقد للمواطن بايده بس والحمد لله الموضوع ماشي كويس جدا جدا. اما اللي عنده مشكله بقى يقدم شكوى للجهات الرقابيه يقول والله انا فلان فلاني عمل معايا كذا كذا وفي ناس عملت كده وجهات الرقابه بتحقق معاهم. لكن لو في مطور زراعي ده جاهز وقادر ان هو يعمل مجتمع كبير ويبقى في ولادنا جواه نساعده فورا والعقود تطلع للولاد وبنعمل بروتوكول معاه. احنا بناخد نسبه وهو بياخد نسبه احنا ثمن الارض وهو الترفيق والمواطن ياخد عقد من المحافظه دي بقى اضمن حاجه. انا اللي بحمي المواطن لكن هو اتعامل مع المستثمر لوحده هيحصل مشاكل. مع الوزير بشكرك وعايز اقول لك ان احنا نتمنى تحية تنمية على كل أرض الوادي الجديد إن شاء الله بفضل جهود كل أبناء مصر إن شاء الله بإذن الله والتعاون الكامل بيننا إن شاء الله نصل إلى زي ما أنت شايف. المنطقة دي من 4 سنين لو أنت دخلت على جوجل مش هتلاقي فيها بقى صحيح. مش بنادم مش هتلاقي فيها طير. لا ما إحنا قلنا الكلام ده فالحمد لله رب العالمين. الدنيا تحولت تماما الحمد لله وربنا يبارك وده كله بمجهود المستثمرين وهم اللي بينفخوا والمستثمرين إحنا لازم نقف معاهم. ويمكن أنا بقول يمكن إحنا لسه كنا في اجتماع آخر اجتماع محافظين يعني توجيهات شديدة جدا 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 بكل التيسيرات للمستثمرين الجادين. الوزير في ناس جت لحضرتك زرعت هنا بنجر على بعد 3 ايام من المصانع في العرض النهارده. احنا يمكن اكبر كميه بنجر السنه دي باذن الله يمكن بقى لنا 3 سنين ما زرعناهاش اكتر من 15 ل 20 ألف فدان. وفي شركه برضو شركه سكر برضو جايه لنا هتعمل مشروع كبير جدا جدا في مصنع هنا باذن الله. هم وعدونا احنا والله احنا بنقدم كل التسهيلات وبنستدعي الوعود ناخد وعود لغايه ما لو كل 10 وعود يطلع منهم 3-4 احنا كسبنا برضه ما خسرناش حاجه ونحاول مره واثنين وثلاثه لغايه في الاخر ما يبقى على الواقع زي ما انت شايف حضرتك. اخيرا باريس من المناطق الواعده زراعيا في مصر واشجار الجوجوبا في حاله التوسع في زراعتها هتكون محصول صناعي تصديري واعد من الدرجه الاولى وممكن واحد باريس تبقى مركز عالمي في إنتاج زيوت الجوجوبا ومنتجاتها.